يلا يا شباب نكمل الجزء ده. يلا يا ملك. ملك قلنا نمبر 3 there is a beautiful view of the city. نمبر 4 mountain A is the most dangerous sport at all. climbing. قلنا climbing البي مش بنطقها خالص يبقى mountain climbing. نمبر 5 يا امل Egypt has made great A in education. We are proud of that. achievements. achievements انجازات رائعه او عظيمه في التعليم طبعا. نمبر 6 مارتي means able to cause harm. cause harm بيسبب harm بيسبب ضرر او اذى. يبقى الحاجه ديت ايه؟ تاني واحده. تاني واحده رخيص. ايه اول واحده؟ dangerous الاولى. dangerous means able to cause harm. وعد remember that it's important to be a when you give your opinion. ها بولايت دايما كن بولايت وانت بتقول او بتعبر عن رايك خليك بولايت مؤدب. نمبر 8 يا عبد الرحمن the bridge has a glass so you can see the river under your feet. floor glass floor ارضيه زجاج. نمبر 9 كمال a honey bee is that produces honey. كمال قول يا كاري انسكت. تمام يبقى هاني بي هنا اللي هي نحلة العسل او النحلة دي بسميها انسكت حشرة. نمبر 10 يلا يا وعد most modern cars are they aren't cheap not cheap معناها expensive. نمبر 11 عبد الرحمن the bridge is meters what ها what width ما تنفعش قصدي وايد 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 انا عايز صفة عايز صفة. تمام طبعا هنا يبقى بقول meters wide meters wide اتساع او عرض. نمبر 12 يلا يا مهند the opposite of beautiful is ugly. ugly. نمبر 13 يا شريف what do you about the new TV show what do you think what do you think what do you think about اللي هي الأخيرة. نمبر 14 يا ملك many people enjoy walking the bridge across walking across اللي هي بي. نمبر 15 محمد حسام I disagree you English is the most important subject. حسام لحظة يا سراء لحظة بس ماشي with you with قلنا اسمها agree with او disagree with شخص disagree with شخص. نمبر 16 يا امل I am proud of my father of الاخيرة I am proud of I am proud of my father. قلنا جزئية مقارنة الصفات اللي هي الـ EST او the والـ EST. تمام تعالوا كده نشوف الملحوظات اللي هو جايبها لي هنا على مقارنة الصفات. بيقول لي هنا هو طبعا كايرو is the first largest city in Africa. دي واحدة بيقول لي ان انا اقدر استخدم الـ EST بعد اللي هي الفاظ الترتيب زي first او second او third او fourth. الحاجة التانية هنا اهوت اللي احنا قلناها اول ما شفنا الابوستروف اس او صفات الملكية فاقدر استخدم بعدها الـ ST طبعا باعتبار ان الابوستروف اس دهيت تعتبر هي ذا او بتحل محل ذا
is Ahmed your youngest أو your best وهكذا. النقطة اللي بعد كده بيقول لي he is the best player in the team. In the team في الفريق كله، يبقى أنا هنا بقارن ما بين واحد برضه والكل. Everest is the highest mountain in the world. In the world في العالم، يبقى بقارن واحد بالكل. يقول لي هنا هوت لما أقول سما is the cleverest of her sisters، يعني هي أشطر الكل أو أشطر واحدة في إخواتها، يبقى برضو لو عندي لفظ of أو حرف الجر of يعني of الكل، مجموع من المجموع الكل يعني. The death of my uncle is the worst even of 16. طبعا هنا عايز يقول لي إنه أقدر أستخدم of قبل السنوات لما بقارن حاجة بالكل. تعالوا نشوف التطبيق على الكلام ده. Number one, whales are، طبعا ال WB أو ال SB يعني أسئلة كتاب المدرسة، يعني أهم الجمل اللي قدامنا. Number one يا أمل، whales are animals in the world. The biggest. Number two كريم، on Saturdays the market is not than on Fridays. Quieter than. Number three, some people think that math is subject of all. Of all. يلا يا مهند. The most difficult of all. الأصعب في الكل. The most difficult. Number four, شريف، the world's suspension bridge opened in Cairo. ودي الجملة الأولى اللي بدأنا بيها القطعة. The world's widest. Number five يا وعد، I have the family. The best. مارتي، Cairo is the city in Egypt. أول واحدة؟ لا. ملك. أي. كايرو إزا سيتي نيجت. لا يا سي. اللي جابه سي. زا بيزيست. بتسألي عن إيه يا ملك؟ ممكن حضرتك. فور. The world's widest. The world's widest. أول جملة موجودة في القطعة بتاعت كوبري تحيا مصر، أول ملحوظة أنا قلتها وأنا بقرأ القطعة دي، وأن الأبسترف إس يجي لي بعدها إي إس تي، مش محتاج ذا، أنا ماناش محتاج ذا فيها، يبقى اسمها ذا ويلدز وايدست اللي هي أولى، الإجابة إيه؟ تمام؟ نمبر فايف، يلا يا وعد، This is film I've ever seen. This is film I've ever seen. The most boring film I have ever seen. شفته في حياتي، يعني بقارن بين الفيلم ده وكل الأفلام اللي شفتها، يبقى the most boring. Number eight، عبد الرحمن، No one is taller than علي. ما حدش أطول من علي، يبقى علي is the tallest. محمد حسام، a chair is comfortable than a sofa. لا انا بقول comfortable than. لس comfortable than. لس than او more than اللي موجودة عندي لس. يلا يا شريف، which do you think is city in the world؟ The most exciting. الإجابة الأخيرة is the most exciting. تصحيح. أمل، what is the better place to play tennis؟ Best. What is the best? Number two، محمد حسام،
التنس is least dangerous than. انت لسه حللها. Yes. Is less. اللي ESS. كريم. Cairo streets are busiest in Egypt. More busy. لا. Busy. لا هي busiest صح. بس في حاجة تانية. في حاجة ناقصة. Is يعني مش فاهم. Cairo streets are. هو أنا عشان أقول busiest لازم يجي قبلها إيه؟ Most. يا ولد ما هي عندك الـ EST أهي. أيوة أنا مش فاهم. أه يعني. أقدر أقول. busiest. زي tallest يا كريم. tallest يجي قبلها إيه يا كريم؟ كريم كريم سير هي تبقى tallest يجي قبلها ايه؟ ها؟ عشان اقول كريم is tallest ينفع tallest من غير زا. ها؟ زا من غير زا زا يبقى هنا عشان اقول busiest لازم يكون في قبلها زا. يبقى كايرو ستريتس ار ذا بيزيست. ذا بيزيست نمبر 4. يلا يا وعد. شي از تول جيرل ان اور كانتري. ذا تولست. نمبر 5 كمال. انسكتس ار ذا مور دينجرس انيمالز اور ذا موست. ذا موست. Number 6, عبد الرحمن. The blue car is expensive car here. The most. The most. Number 7. يلا يا مرتي. Is Mr. Ali your good teacher? Best. Your best. Your best. تمام. طب ليه best؟ حد يعرف يقول لي ليه best؟ عشان بيتكلم عن برس من باقي برس. لا ليه ليه بيست يا أما عشان يور. مين اللي بيقول عشان عندي يور؟ أنا مهند. برافو يا مهند حبيبي. قلنا قلنا صفات الملكية زي ماي وهيز وهير وأور ويور وزير أقدر أستخدم بعدها EST لأنها بتحل محل ذا. يبقى يور هنا معناها ذا بيست. يبقى يور بيست. تمام. يبقى is Mr. Ali your best teacher. Number 5. Number 8. يلا يا شريف. She is the young. The youngest. The youngest. هنزود EST. Okay. تعالوا نحل الجزئية دي عشان نخفف من عليكم الواجب شوي. مديني most achievements وopinion وquiet وacross وquietest. In my ايه يا وعد؟ opinion. In my opinion. In my opinion. من وجهة نظري. Number 2. ملك. The library is the quietest. The quietest. Number 3. لينا. The new laptop is the expensive one online. Most. The most expensive. مهند. Many people enjoy walking the bridges in summer. Across. Walking across. Number 5. يلا يا شريف. She is very proud of her mother's achievements. فخورة بإنجازات مامتها. Mother's achievements. ده بالنسبة للدرس الثاني. اروح بعد كده هيكون عندي طبعا الاكسرسايز اللي على الدرس اللي هو بيج 97 و98. تمام 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 اوكي. نخلص اليونت ده ونبدا في المذكره عشان نبقى قافلين اليونت كله. تمام. مش هناخد امتحان. وهناخد امتحانات مش امتحان ما تقلقيش. حاضر يا مان.
لا أنا في امتحانات كتيرة ما تقلقيش. حاضر ما نسأل أوكي.